السؤال عن الذي يريد زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فيوصي أحد أصدقائه بأن يصلي عنه، فهنا هل يصلي ويهدي الصلاة لذلك أو أنه ينوب عنه في الصلاة؟ الجواب أنه المشهور بين الفقهاء أن النيابة تكون في الحاج في الأمور الواجبة، وهنا عبارة للمحقق الحلي الظاهر من أنه المسألة ليست إجماعية، ولكن لم يذكر القائل. النيابة في المستحبات لا إشكال فيه، فيشملها عمومات النيابة، ولكن بعض الفقهاء، أنا ربما رأيت هذا الأمر في كتاب العروة أو في كتاب آخر، بعض الفقهاء ممن عاصرناهم ممن رأيتهم، هؤلاء أشكلوا في هذه المسألة، أنه إذا قال صل عني في حرم الإمام الحسين عليه السلام، فما ذكره الفقهاء أنه لا نيابة في الصلاة والصوم، فهذا يشمل أيضا الصلاة المستحبة. كان عندهم شبهة في هذه المسألة، وكان يقولون بأن النيابة في الزيارة لا أشكال فيه، ولما كانت الزيارة مقرونة بالصلاة فتلك الصلاة التي تكون ضمن الزيارة لا أشكال في أن تقام نيابة. هذا بعض قال هذا بعض الفقهاء، ولكن حسب الظاهر أنه على القاعدة في المستحبات أنه لا أشكال في هذا الأمر، حتى بالنسبة إلى الصيام الاستحبابي لا أشكال أنه يقول أنا أعطيك فلان مبلغ من المال فتصوم عني فيصوم عنه نيابة، هذا في المستحبات. نعم، في الواجبات هذا لا يكون. السؤال، قال بعضهم بأنه إذا كان الرجل في المدينة فلا يزار عنه نيابة. نعم، إذا كان خارج عن المدينة فيزار عنه نيابة. هل مثل هذا موجود في الفقه؟ الجواب بالنسبة إلى الواجبات فإنه لا يطاف عنه، إذا كان في المكة لا يطاف عنه الطواف الواجب. بعضهم فرق بين الذي كان في مكة والذي كان خارج عن المكة، ولكن أنا قد طبع لي تقريرات في مباحث الحج وذكرت هناك أنه ظهر لا فرق في ذلك في الطواف الواجب. الذي لا يتمكن من الطواف فأنه يطاف عنه نيابة، ولا فرق بين أن يكون معذور داخل المكة أو خارج المكة. فعلى كل حال هذه شبهات تحصل من بعض الإطلاقات، طبعا إطلاقات اللي وردت في كلمات الفقهاء، فاحتاط بعضهم تبرعا أو تبرعا في بالنسبة لهذه المسألة، ولكن نحن والإطلاقات
فلا أشكال في ذلك. السؤال عن الفتوحات التي حصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الغنائم التي تحصل. الجواب: الفتوحات كانت باطلة، وكل ما كان يحصل وفي جميع هذه الحروب كل ما فهو للإمام، كل ما حصل من الغنائم فهو للإمام. هنا بعد لا يجري البحث في خمس هذه الأمور، لأن كله هذا ملك شخص الإمام، وقد وردت في هذا رواية خاصة والمسألة إجماعية. إذا كان الحرب من دون إذن الإمام أو من دون إذن من نصبه الإمام، فكل ما يحصل في هذا الحرب فهو ملك الإمام. المرحوم الشيخ قد ذكر هذا البحث في المكاسب، والبحث فيه مفصل. نعم، يبقى البحث أنه الأئمة عليهم السلام ورد عنهم الإيذان في التصرف في بعض هذه الأموال لبعض شيعتهم، بالنسبة إلى الأراضي المفتوحة عنوة التي فتحت من دون إذن الإمام، فقالوا بأنه هذا الإذن يشمل أيضا الأموال. السؤال: أن بعضهم قالوا بأن الإمام أمير المؤمنين أو الإمام الحسن عليه السلام أذنوا لهذه الفتوحات. الجواب: نعم، هذه مذكورة في بعض الكتب التاريخية، ولكن ليس لهذه المنقولات أي سند معتبر، فليست معتبرة. السؤال عن الإرادة التكوينية: أحيانا نجد الأمور تتحقق تدريجيا، فهل هذا يوجب تخلف المراد عن الإرادة؟ وقد قال سبحانه وتعالى: إنما قوله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الجواب: أحيانا الإرادة هي تكون إرادة تدريجية، فهي لا منافات بين تحقق الأمر تدريجا والإرادة التي كان متعلقة إيجاد الشيء تدريجا. السؤال عن تفسير كلمة الأمر في هذه الآية المباركة: إنما أمره إذا أراد شيئا، فقد ذكر بعض الفلاسفة أنه بعض التوجيهات، هل يمكن أن يقال بصحته؟ الجواب: إذا كانت الروايات واردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فهو مقبول ويؤخذ به، ولكن كلام غيرهم لا حجية ولا اعتبار به. وقد ورد أنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا كلام معصوم وقد عمل بها الفقهاء. المراد بالتفسير هو بيان الغامض. إذا وصل الكلام إلى مرتبة الظهور فالظهور حجة، ولكن إذا كان الكلام مجملا أو غامضا فبالنسبة لتفسير هذه الآية لابد من الرجوع إلى العترة الطاهرة عليه السلام، كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله: كتاب الله وعترتي. فالرجوع إلى غيرهم هو جهل. همش باطلة ملك إمام معصومة. السؤال عن معنى الآية المباركة في سورة يوسف بالنسبة إلى نبي الله يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن. هل أصبح يعقوب أعمى أو بصير كما قال بعضهم، أو هناك معنى آخر لهذه الآية المباركة؟ الجواب: نعم، بعضهم قال بأن المنال معنى بيضت هو أن تكون في العين بياض، وهذه كناية وليست المراد العمى الظاهري، لأن النبي والرسول لا يكون ناقصا وهذا ثابت، فلذلك هنا المراد بالبياض بياض العين معنى آخر غير ذهاب البصر. بدون إذن إمام معصوم بوده. بعضی هم گفتن حضرت امیر علیه السلام اجازه دادن امضا کردن، اما هیچ کدومش دلیل معتبر نداره.
إذا أراد، أما أجر خص تدريجي بشي هم فيكون تدريجي مشي. میدونم آخه این آیه میفرماد که تابع اراده خداست، اگه خدا اراده تدریجی کرده فورا میشه، خلاف اراده است. آها، چون اراده گاهی تدریجی گاهی فوریه. نمیدونم هر چی که از معصوم علیه السلام رسیده باشه درست، هر چی که فلاسفه یا غیر فلاسفه گفتن اون از کجا میدونن امر رو به این معنی تفسیر کرد. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن کتاب الله و عترتی، هر چی از غیر اینها که روایات متواتر داره، حضرت فرمودن هر چی از غیر ماست باطله. نه درست نیست. اگر آیه ای باشه که روایاتی در ذیل اون آیه نداریم، آه محق تفسیر داریم؟ ابدا ابدا. من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. این میشه اخباری مسلک میشه که فرمایشه معصومه و معمول به هم هست. تفسیر یعنی بیان الغامض، اگه ظهور ظواهر حجت ظواهر قرآن، اما اگر معلوم نیست مجمله یا غامضه تفسیرش باید از معصوم بره، چون پیغمبر تصریح کردن دوتا کتاب الله و عترتی، غیر این دوتا هیچ، غیر این دوتا جهله. بله همین گفتن، همینه معناش، گفتن معناش همینه، گفتن این را مرحوم اخوی، دیگران هم شاید باشه تو این تفسیر تقریب القرآن، گفتن این را بیضت عیناه، معناش اینه که نابینا شده، چون پیغمبر ناقص نمیتونه باشه، نباید باشه، اما بیضت یعنی سفید شده، نیست همین که شما فرمودین، این کنایه است. قرآن کریم قله بلاغت و لحاظا پر مجازات و کنایه. نعم صلوات لا، لأن رواية خاصة أكو أفضل الخلق بعد 14 معصوم إبراهيم الخليل. لا هذا لا يستفاد. ثم أنه أتصور هذا لأن مو حكم شرعي، خو مو حكم شرعي. على كل ببالي أن هذه الرواية أيضا لو كان حكم شرعي أيضا من ناحية السند ما له اعتبار، ولا من ناحية العمل، لأن الرواية لازم إما يكون سندها معتبر، سندها معتبر، أو يكون إذا مو معتبر الفقهاء عملوا، المشهور عملوا بها. بفرمك. بله. بله دیگه، اینا یه نوع بلاغت، خود تنوع. ببینید خود یک آدم حکیم وقتی که یه مطلب رو دو بار سه بار میخواد بگه به الفاظ مختلف میگه، این تنوع یک نوع بلاغت دیگه. یه جا قل اومده یه جا نمیده، فقط در چهار سوره نیست، تو قرآن ده ها قل هست که به پیغمبر صلی الله علیه و آله قل گفته شده. زکات هم نمیدهم، ولی جاده سازی در
السؤال عن السورة التي بدأت بكلمة قل. قال بعضهم أن كلمة القل هنا لأنه يصل الآيات للناس ويكون فيه الإبلاغ من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين. فما هو الفرق بين هذه السور وبقية سور القرآن؟ هل لا تكون بقية السور أيضا لأن يحصل فيها البلاغ؟ فهل وردت رواية خاصة في هذا المضمون أو شيء آخر في تفسير هذه الآية؟ الجواب أنا لم أشاهد في روايات معنى خاص لهذه الأمور. طبعا هذه من الأمور البلاغية التي وردت في القرآن الكريم وفيها معاني بلاغية تأكيدية وما شابه. أما فقط تو آية شريفة دارة إنما يتقبل الله من المتقين إنما دارة چون این واجب و انجام نمیده متقی نیست و قبول نمیشه. شاید یه فایده هایی داشته باشه اما قبول نمیشه. السؤال: هناك بعض الناس لا يعطي الخمس والزكاة ولكن يصرف أموال كثيرة في سبيل الخير، في المستشفيات، في دور الأيتام وما شابه، فهل هذا ينفعه أو يكون مجزيا عن الخمس والزكاة إذا كان المبلغ أكثر من الخمس والزكاة اللي تعلق بأمواله؟ الجواب: عمله البر وإنفاقه هذا له ثوابه، له أجره من الثواب، ولكن هذا لا يكون بدلا عن ما أوجب الله في أمواله من الخمس والزكاة. طبعا في الآية المباركة وردت إنما يتقبل الله من المتقين، فعليه أن يلتزم بالواجبات لأن الالتزام بهذه الواجبات يوجب قبول بقية الأعمال. طبعا هنا لابد من التفريق بين الثواب والقبول. ربما لما عمله من الأعمال، مثلا أقام مجالس التعزية، هذا الشخص اللي لا يلتزم بالواجبات المالية من الخمس والزكاة، فهنا يقوم ببعض الأعمال من الأعمال البر، فهنا يكون له الثواب ولكن يبقى القبول، فربما لا يقبل، لا يقبل الله منه. على كل حال هذا يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. آثار دنيوية أخروية مسألة، عذاب وثواب مسألة، آثار وضعية چيزة، عذاب وثواب چيزة دويومة، هنا چند تا چيزة. السؤال عن الذي يعمل عمل الخير، يعمله، يعمل الأعمال البر لا لأجل الله ولا رياء ولا غير ذلك، هل يتقبل منه أو لا؟ الجواب أنه إذا لم يكن لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ليس ضامنا لقبول هذا الشيء. طبعا القبول أمر والعذاب والثواب أمر آخر، هذه أمور مختلفة متعددة، فلكل واحد من هذه الأمور مقتضياتها الخاصة، فيستفاد هذه الأمور من الروايات. التدقيق في الروايات يجب الاستفادة في التفكيك بين القبول، بين الثواب، وبين العقاب والجزاء. السؤال عن استفادة أفضلية الأئمة عليهم السلام على بعض الأنبياء، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، وورد بالنسبة إلى نبي الله إبراهيم أنه قال ليزداد القلب ليزداد اليقين عنده في الآية المباركة، فهل هنا يستفاد أفضلية أمير المؤمنين؟ الجواب: إثبات أفضلية
إمام أمير المؤمنين عليه السلام على الأنبياء، هذا غير متوقف على هذه الرواية، ويمكن أن يستفاد من هذه القياس، ولكن إثبات الأفضلية وثبت بالروايات المتعددة المستفيضة الكثيرة. پدرم خمس میداده پس خمس درش نی اگه همین احتمالم بده اشکال نداره. فعلى كل حال هذه المراتب لابد من الاثبات من اثباتها من الرجوع الى النصوص. السؤال عن استضافة، وانه اذا كان ضيفا عند من لا يخمس فهل هنا يجوز الأكل؟ الجواب إذا حصل له اليقين بأن صاحب الدار صاحب الطعام لم يخمس هذه الأموال، فإنه بعد الأكل يجب عليه أن يعطي خمس ما استفاد منه. ولكن إذا لم يكن له اليقين، مثلا أن هذه الأموال كانت من إرث وصل إليه والمورث كان يخمس، وجود هذا الاحتمال في الطعام يكفي عن التصرف فيه من دون أن يدخل في ذمته خمس ذلك المال. همه میدونستن این کافی نیست، مگه خدا عز و جل نمیدونه تو دست حضرت موسی چیه؟ گفت ما تلک به یمینک یا موسی، اینا اشکال نداره، اینا جزء بلاغته. اما اینکه این فرمایش حضرت سجاد نمیدونم، من نمیدونم. بله 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 ببینید کل قرض جر نفع، نفع شامل میشه یا نه؟ چرا شامل نشه؟ یعنی میگه که من اینقدر شما قرض میدم به شرط اینکه هر روز زیارت عاشورا و پدرم بخونید. السؤال عما ورد عن لسان الامام زين العابدين که بعضی در باب انه خمس صاحب جواهر طلب من الله سبحانه عدم الولادة، فيا ليت أمي لم تلدني. فكيف يمكن توجيه هذا الأمر؟ الجواب أن الإمام له العلم بهذه الأمور، طبعا لم يثبت لصحة هذه المنقولات. کفن میخره، این کفنش خمس داره. حتی اگه همون السؤال عن الذي يعطي قرض و يلزم المديون بأداء الصلاة عن أو الزيارة وما شابه إضافة إلى الدين، فهل هذا يكون من الربا؟ الجواب بحسب الإطلاق كل دين جر نفعا، فالنفع الأخروي النفع غير مادي أيضا نفع، فبناء على هذا هذا يكون من الربا المحرم، إلا إذا قلنا أن أدلة الربا منصرف عن مثل هذه المنافع، والمراد بجر نفعا هو النفع الدنيوي. طبعا في رسالة صاحب الجوار والتعليقات المتعددة التي وردت على هذه الحاشية، هناك ذكروا بأن الذي توفي واشترى الكفن فقد يتعلق الخمس بهذا الكفن، وقالوا أن الوجه أنه هذا ليس من المؤونة، لأن المؤونة المراد بها المؤونة الدنيوية والكفن من المؤونات الأخروية، فلذلك لا يكون من المؤونة ولا يخرج ولا يستثنى مما يجب فيه الخمس، فلا بد أن يخمس. فكذلك بالنسبة إلى هذا المورد النفع، نقول المراد أنه النفع الدنيوي، فربما لا يبعد أن يقال
بأن الرواية منصرفة إلى خصوص النفع الدنيوي لا أكثر من ذلك. السؤال بالنسبة إلى الأمور المعنوية في المعرة، هل يمكن أو لا الجواب؟ نعم، هناك وردت رواية خاصة بأنه بالنسبة إلى الذي لم يكن عنده مال، أمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعلم زوجته القرآن، فهذا التعليم يكون مهر الزوجة، فلا إشكال بأن يكون المهر من الأمور المعنوية. السؤال: إذا علم الدائن بأن المديون سوف يعطيه المبلغ، مبلغ الدين مع شيء إضافة والزيادة، فهل هذا يكون ربا؟ الجواب لا، هذا خارج عن الزيادة. إذا كان له العلم الحتمي بأن الآخذ للمبلغ الدائن سوف يعطيه مبلغا أكثر مما أخذ، فهذا ربما يكون الداعي ولا يكون الشرط، فهذا المقدار لا يوجب تحريم هذا القرض. كما أنه أعطى رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وفاء هذا الدين أعطاه ضعف المبلغ، فلو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله الاستغراض من هذا الرجل وهو كان يعلم بأن الرسول سوف يعطيه ضعف المبلغ مرة ثانية، فهل هذا يجب أن يكون ربا؟ ظاهر هذا لا يكون ربا، بل لابد أن يكون الزيادة على نحو الشرطية. إذا كان الزيادة في القرض على نحو الشرط فهذا يكون ربا. على كل حال، القول بأن مثل هذا ربا مشكل، ويمكن نقول أنه ليس في أدلة الربا ظهور لشمول مثل هذا المورد. علم بإعطاء الزيادة هذا لا يكفي، بل لابد أن يكون الزيادة من باب الشرط. السؤال عن الأفعال التي تأتي بها المرأة خارج البيت، إذا كان لا يناسب الحشمة هل يمكن لها التصدي؟ الجواب: هذا يكون مختلف. طبعا لا يجوز ترك الحجاب الواجب على المرأة، وإذا كان هناك الحشمة الواجبة فلا بد أن تلتزم بها، وإذا كان عملا لا ينافي الحشمة الواجبة فهذا لا إشكال بأن تتصدى له. مثلا من جملة ما ورد أنه يمكن لها أن تقوم بالصلاة الجماعة للنساء وما شابه من الأحبان. شما اگه یقین دارید این مال دزدیه، آها حرومه. اما اگه احتمال میدید این مال دزدی نباشه، حرومه؟ اساس حد جاری. السؤال عن الاجمالي في المتباينين او في الاقل والاكثر، هل يكون منجز أو لا؟ الجواب: هذا مذكور في الأصول وأيضا في الفقه من أوله إلى آخره. العلم الإجمالي إذا كان بين المتباينين فهو يكون منجز للحكم، ولكن إذا كان بين الأقل والأكثر فالأكثر يجري فيه البراءة. وهناك أمثلة متعددة في الفقه، مثلا إذا أراد أن يشتري شيئا، خاتم أو غير ذلك، من السارق الذي معروف بالسرقة، فهنا إذا علم بأن هذا الخاتم من الأموال المسروقة فلا يجوز شراؤه له، ولكن إذا لا يعمل فهنا تجري أصالة الصحة ولا إشكال في شراء هذا الخاتم من هذا الفرد المعروف معروف بأنه سارق. فهذه من الأصول. الأصل هنا هو أصل الصحة، هو أن المال ملك لهذا الرجل. نعم، إذا حصل له العلم فهنا لا يجوز له الشراء.
السؤال انه هل هذا يكون من العلم الإجمالي؟ الجواب العلم الإجمالي إذا كان بين المتباينين وكانت أطراف الشبهة محصورة فيجب الاجتناب، ولكن في مثل هذا المورد لا يتنجز العلم الإجمالي لأنه بين الأقل والأكثر، يثبت خصوص الأقل اللي هو اللي المتيقن وتجري البراءة في الأكثر. على ما قال القرآن هم توراة إنجيل واقعية نا هناك مزيد فرق ميكرد صحف إبراهيم إنجيل نبودي ك همش توي حرفاي توراة باشه. السؤال عما ورد في القرآن كم صحف إبراهيم وموسى، ونحن ليس الآن بأيدينا صحف من إبراهيم ولكن صحف موسى اللي هو توراة الآن موجود وأيضا في زمن رسول الله ظهر كذلك، فهل هنا المراد بالآية من صحف إبراهيم نفس صحف نفس التوراة أو هناك شيء كتاب آخر؟ الجواب الظاهر أن هناك كان كتاب خاص لإبراهيم، وكان هذا الكتاب موجود سابقا في الأزمنة القديمة وكانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هل يكون المراد من هذا العطف صحف إبراهيم وموسى أن نفس الصحف اللي كان عند إبراهيم هي نفسها كانت عند موسى ونقل؟ الجواب هذا لا يستفاد من هذا العطف أن كل وجميع ما ورد في صحف إبراهيم هو نفسه بالضبط ورد في صحف موسى. الظاهر من صحف موسى أنه التوراة وصحف إبراهيم كتاب آخر. التوراة والإنجيل مذكور في القرآن الكريم متعددا، ولكن صحف إبراهيم أنه ورد في هذه الآية ولا نعلم أنه هل هو موجود في هذا اليوم أو أنه فقد، فهذا يحتاج إلى فحص آخر. صلى الله على محمد وعلى أنت في أنت حمانا أنت في أنت رجعنا أنت ابن أمي أنت ابن والدي أنت الحسين. متغير علي هواي يا هواي على